لكم الاطفال اللي حاضرين معنا والشباب اللي حاضرين معنا اللي بالنسبه لنا تفتخروا بهم انهم حققوا نتائج جيده واللي تشرفنا على انهم يكونوا ولاد الزملاء ديالنا والزميلات ديالنا ناجحين ومتفوقين دراسيا ومتفوقين في اخلاقهم وفي سلوكهم وفي تربيتهم وتنعتذروا على ان النتائج الحسنه اللي تحققوها الشباب والاطفال والطفلات والشابات اللي حاضرين معنا هو واحد تتويج العمل مضني وصعب جدا. السلام عليكم، انا هي بابا جوري، احتليت على المرتبه الاولى في جائزه ديال الثالثه اعدادي اللي نظمتها جمعيه صحفيه صحفيات صحافه المكتوبه. كنبغي نشكر هذه الجمعيه على المبادره ديالها اللي كتخلي التلاميذ انهم اللي كتحفز التلاميذ، بحال انا جيت في المرتبه الثالثه في السادس ابتدائي، مما خلاني نجتهد اكثر باش نحصل على المرتبه الاولى في الثالثه اعدادي. كنشكر هذه الجمعيه المجهود ديالو، كنتمنى لها الاستمرار. كنبغي نشكر جمعية الأعمال الاجتماعية على هاد المبادرات اللي كدير وتشجع الشباب، وشكرا على هاد الاحتفال اللي داروا لنا. كنشكر والديا والأساتذة اللي عاونوني باش جبت هاد النقطة، وإن شاء الله لي جون يجيبوا نقاط مزيانة إن شاء الله. حصلت على جائزة ديال الباك بنقطة 16.70. كنشكر الجمعية على هاد الاحتفال والجائزة اللي عطاونا. السلام عليكم، انا شروق البحر، سن 18 سنة، من المتفوقين اللي حصلوا على الجائزة اللي نظمتها جمعية الأعمال الاجتماعية لصحفيي وصحفيات الصحافة المكتوبة. هي جائزة للتفوق الدراسي. كنشكرهم جزيل الشكر على هذه الجائزة اللي هي بمثابة تكليف وتشريف، لأنها قدرت المجهودات ديالنا طيلة السنة الدراسية أو بالأحرى سنتين من المثابرة، وأكيد هي كانت تشجيع حتى الوالدين ديالنا لأنهم تكرفصوا معنا بزاف وتعذبوا معنا بزاف، لا نفسيا ولا يعني على جميع المستويات. هي هذه الجائزة مهداة أولا للوالدين ديالي لأنهم صبروا معايا بزاف وضحوا، خصوصا أنهم في الميدان، يعني مجال الإعلام يعني مجال شاق جدا جدا وهي مهنة المتاعب، فكنشكرهم من هذا المنبر. وأكيد الشكر موصول للأطر التربوية اللي كان لها الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى، على رأسهم الأساتذة ديولي. ما كنتكلمش غير على هذه السنة، كنتكلم على سنتين أو أكثر، لأن مسألة التوجيه هي مسألة كتعتمد على سنوات يعني سالفة ليست وليدة اللحظة. كنشكرهم بزاف بزاف، وهذا أيضا جائزة مهداة لهم.